أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأخيرة، لأن الثورة التكنولوجية أتاحت فرص أكبر للرسامين للإنتاج والانتشار والتميز والتألق إلى عالم الإبداع اللي ما له حدود. قررنا أن نخصص هذه الفقرة للحديث عن عالم الرسامين الديجيتال، وعشان كذا نتعرف أكثر عليه خلونا نتعرف على ضيفي في الاستوديو. معنا الرسام حسن الدرعان. مساء الخير أستاذ حسن. مساء الورد، حياك الله. يعطيك العافية. بداية أستاذ حسن، تحدثني عن بداياتك في الرسم، كيف كانت؟ والله بدأت في على عدة مراحل، اللي هي كانت بداية، بعدين توقف لفترة طويلة، بعدين بداية، بعدين احتراف في المرحلة الجامعية. هي هواية صح ولا لا؟ طب كيف اكتسبتها؟ يعني ما شاء الله رسم بالديجيتال، وقبل ما نطلع على الهواء انت ترسم ما شاء الله بالقهوة وبالسكر وبورق الشاي، هذا كيف نميت هذا الشيء كله داخلك؟ بالذات انت ما اخذت دورات صح ولا لا؟ لا ما اخذت، تعليمي ذاتي واليوتيوب موجود. هو اكبر معلم في الوقت الحالي. يعني كنت تفتح اليوتيوب وتطبق يعني؟ بالضبط. لا مو افتحه واطبق. افتح وانا اتابع زي اي برنامج عادي، بعدين على راحتي اطبق، يعني ما افتحه و احنا شايفين على الشاشه هنا رسومات لك. طب تكلمنا عن هذه الرسومات. هذه كاريكاتير نزل في جريده عكاظ قبل فتره، هذا الراحل سعود الفيصل الله يرحمه، بالفن الرقمي. هذا الرقمي؟ ها ايه. طيب هذه لا سكتش عادي، كاريكاتير رونالدينو، هذه رقمي ستيف جوبز. انا لاحظت انه ما شاء الله تبارك الله نوعين من الرسم ترسم، وكل الرسم فيهم بيختلف اختلاف تام، يعني جدي مثلا البورتريه والرسم الكاريكاتير، يعني كيف قدرت انك او تحب هذا النوعين من الرسم؟ والله الحمد لله قدرت اني اوفق بينهم، لاني احب اميل اكثر للكاريكاتير. الواقع اشوف انه فن حبيته، بس الكاريكاتير اميل له اكثر. ما في واحد أصعب من الثاني؟ الأصعب الكاريكاتير طبعا، لأن الواقعي ما في أي شيء صورة وتطبقها في الواقع. الكاريكاتير لا، أنت تشوف لك زاوية معينة فيه تعدل فيها، تعدل ملامح مع الاحتفاظ بالخصائص. طيب قبل ما ترسم، يعني تخطط مثلا الرسمة اللي أنت حترسمها، ولا كذا تطرف بالك زي ما تجي الرسمة تجي؟ والله كذا وكذا، احيانا اخطط واحيانا تجي. كيف كذا وكذا؟ فصل لي يعني شلون كيف كذا؟ يعني احيانا يكون في حدث معين ارسم عليه، واحيانا يكون شفت شخص وعجبني وارسم كذا فجاه. طب انت شديتني لما تقول حدث معين، يعني ايش اخر حدث رسمت فيه؟ حاليا انا يعني خففت شويه الرسم، لاني مركز في اخر سنه في الجامعه على وجه تخرج، ومخفف يعني ما في تكثيف، ما رسمت المفروض اني ارسم. في احداث كثيره قاعده تصير وانا مقصر فيها. شوف حتى عندنا احنا الرسم اللي طالع، انت قلت لي انك ترسم بالقهوه وبالسكر كمان وباوراق شجر الشاهي صح ولا لا؟ كيف يعني انت ما شاء الله باين انك تحب الرسم، فدمجت اشياء كثيره ومتناقضه كمان في نفس الوقت. يعني بالنسبه للقهوه والسكر هي كانت تجارب. ايوه يعني شفت الناس يسوونها وكذا، حبيتها وما توقعت اني بوصل. بس عجبتني وكملت فيها. ورق الشجر كمان ما في صعوبه؟ ورق الشجر في الرسم فيه لا، اصعب نوع يعني، الشاهي اصعب. طب كم تاخذ فتره منك؟ والله على حسب ملامح الشخص وعلى حسب التفاصيل اللي انا بحطها فيها، يعني من ساعتين الى 5 ساعات الى 6 ساعات. طب ايش اصعب صوره رسمتها؟ بالقهوه اي نوع؟ ما فيها احدد نوع اقول لك. طب يلا القهوه، وش اصعب صوره؟ قهوه تيم الفلاسي. لاني سويت فيها نظاره وسويت فيها. اخذت معك وقت؟ كنت تستخدم نوع واحد من القهوه؟ ايوه القهوه العربيه. طيب ايش تبغى توصله للعالم من خلال رسوماتك واعمالك؟ طبعا ما اعرف انه الفنان هو اللي يعكس الصوره اللي جواته، ولا في رساله معينه يبغى يوصلها؟ والله بالنسبه للكاركتير احاول اني اجسد راي الناس في صوره. أما بالنسبة للبورتري أحاول أني أنقل أي شيء جميل. طب قد أهديت شخصية أو فنان صورة أنت رسمتها؟ أهديهم إلكترونيا، بس ما سبق وقابلت أحد. أهديت مين إلكترونيا؟ عبر حسابك طبعا. في الإنستغرام. فايز المالكي شافها وعلق عليها. كاريكاتير طبعا كانت. إيش أعطاك تعليق؟
كان يعلق علي عندي في الخاص في الدايركت يعني عجبته يعني عجبته بس ما اقدر انشرها يقول انت شوهتني يضحك موجود الصورة عندك في الأكاونت بندخل نشوفها بعدين موجود نشوفها طيب ايش ابرز كمان الشخصيات اللي انت رسمتها؟ رسمت كريستيانو رونالدو كاريكاتير رسمت الملك سلمان بالسكر الله يحفظه ورسمت يعني هي عدة أنواع عشان كذا طب الشخصيات السياسية يعني أنت رسمت شخصية الراحل الله يرحمه سعود الفيصل إيش كمان شخصيات سياسية رسمتها؟ رسمت الأمير نايف محمد بن نايف عفوا ورسمت الملك سلمان والملك سعود الفيصل بس ما رسمت طيب أنت في الأكاونت حقك في الإنستغرام أنت عارف إنه العالم صار مفتوح الناس تعلق على الكومنتات إيش أبرز التعليقات اللي جت لك على الرسمات حقتك والله غالبا إيجابية ما أقدر أذكرها لك بس غالبا إيجابية وتحفز طب دخلت مسابقات دخلت مسابقات كيف كانت يعني والله كان أخذت مراكز أولى الحمد لله فيها كويس شاركت في مسابقات عدة وأخذت فيها مراكز أولى طيب تفتكر الرسم عندك ممكن يتحول تجارة أو بزنس بعد كذا؟ ممكن ليش لا؟ أنا من خلال حسابي في إنستغرام أنا فاتح طلبات الرسم الخاص. يعني يجون ناس يطلبون منك طلبات في الرسم. طب إيش أنواع الرسومات اللي يطلبونها منك؟ في أنا حاط كذا نوع الرقمي أو سكتش أو رسم بالظل رقمي أيضا أو بالقهوة أو بالسكر. ما فكرت تدخل خامات معينة على رسماتك يعني في ناس يستخدموا الماتيريال يستخدمون مثلا أقمشة يرسمون على تيشيرت مثلا لا ما دخلت في العالم هذا لأني أنا إنسان ما أحب أني أتشتت ولا أحب أن يكون الشغلة يعني سريع ومنظم طيب أستاذ حسن وش طموحك كرسام والله ما لي طموح معين في الحد اللي أكون فيها قلت طموحي ما عاد أقدر أبدع أكثر ولا بتوقف فما لي طموح يعطيك العافية يعطيك العافية الأستاذ حسن الدرعان يعطيك ألف عافية الله يعافيك شكرا لك أعزائي المشاهدين بهذه الفقرة وصلنا إلى ختام حلقتنا من سيدتي بكرة أكيد حلقة جديدة ومواضيع متجددة تتمسون على ألف خير